يا العيان يخف اسرع. فانت حاول انت دايما توصل ان العيان يخف اسرع من الكوميونيكيشن تاكس. And this will be achieved by good management, monitoring the case and remove the cause or snake as much as possible. انت دايما حاول تساعد العيان ان هو ترد عليه كلمه انفيجن، لازم يمشي على الانتي ايجيتس دراجز، لازم لو بيدخن يبطل سجاير، لو لازم تشوفه باستمرار، ما ينفعش ان هو يكبر ويقعد في بيتهم. على قد ما تقدر على قد ما تقدر تشيل الاستاذ بدري او الباست بدري علشان ما يخشش منك الكوميونيكيشن بتاع الجوانت. اشكركم وهنبدا ان شاء الله دلوقتي نعمل ديمونستريشن. كده الصورة كويسة يا جماعة ولا لا؟ كله تمام كده؟ آخر واحد خالص ورا كويس؟ طبعا أشكر الأستاذ محمود، الأستاذ محمود يعني شغال معانا معتمد والراجل يعني يشكر. يمكن التاجر هو مدمن تقريبا يمثل إن هو عيان، كان معانا في دورة الصناعة كان برضه اشتغلنا عليه فيعني مدمن يمثل إن هو عيان. فبنشكر الأستاذ محمود قبل ما نشتغل عشان بعد ما نشتغل هو أصلا الله أعلم بعد ما نشتغل هيشكرنا ولا هيعمل فيه إيه؟ فيعني ربنا يستر.
الهيف طبعا يا جماعه زي ما انتم فاهم احنا بنتسلم بالروتمان واللفه بتاعتنا بنحاول ناخد التلت والتلتين. يعني ايه تلت والتلتين؟ يعني كده عملت كده لفه واحده معايا. اللفه الثانيه بحاول اكروس البروكسيمال تيب بروكسيمال سيل بتاع اللفه بتاع الاولانيه بكرر عليها عشان اتاكد ان مفيش اي جزء هيبقى بير وغير ويل بير اللي انا هعمله كده. كل لفه نفس الكلام. لا مفيش بقى ما تبقاش طيب تبقى على راحتك بترسم حوالين الجزء اللي انت يعني انا بلف عليه انا بلحق ما تلفش على ما تعملش حاجه طيب ولا تعمل حاجه على نفسك. واهم شيء طبعا زي ما اتفقنا ان كل اللي انت هعمله هيكون ويل بيرد لمنع ان يبقى فيه اي بريشر سورس او حاجه زي كده. ببقى اطول شويه حوالي سنتي مثلا بروكسيمال سنتي ديستر عن الرينج اللي انا عاوزه. لو ما اخليش حرف الكيكس بتاعي او حرف الكبيره بتاعتي هيبقى جاي على السكن بتاع البيشن. لا انا هبقى اخليه تحت لمده سنتي وممكن بقى اكل عليه الجزء من القطر ده او من هنا برده بتاع عليه في اخر لفه للكليب بتاعي او حاجه. Thank you.
نفس الكلام في لفه الكريم وهبدا اشتغل دي برضه بتاع الكيسه البوكسمان وسيت وتنزل تدي زي ما تبقى فقط اللفه بحط لفه لغايه خط البوكسمان سيت خط اللفه الاربعه ابدا ارسم حرف البوكس اللي انا سيت ده هفوت هقول فوق على الجهات حرف من او الكراس اللي انا شغال
اللف يراها برضه زي ما اتفقنا الديستال البروكسيمال والتلت والتلتين سواء في الكليب او سواء الرول ده مع الدايجنال سواء هلف الاوبن او سوفت باند او هلف الكليب او هلف الكاستمرز. متأكدين ان مفيش جزء عريان من الجلد من البدن هتقوم ده. فانكشن بوزيشن في الاكل المفروض تبقى 90 90 على حاجه 90 درجه اوصلها في الفود عشان تبقى ملتي جريد بحيث ان لو انا عامل الحاجه دي للعيان وانا سامح له بالويت بيرنج يبقى هياكل ايه؟ مش هبقى عامله على كويس او عامله على دوس الكيتشن. لو بنتكلم في اباف دي زي ما اتفقنا ان هي بتبقى اباف حوالي 15 درجه ريفليكشن الغرض منها برضه فانكشن بوزيشن دي مين؟ وعشان الكاست اللي انا عامله دي من اول بلوكس لغايه تحت ما يتزحلقش لو عملتها في اكستنشن طفل صغير مثلا ده بكل سهوله ممكن بينزل وبيحمل على الانكل بتاعتي فبيخرج يبقى انا جاي عامل الوزن ده كله بينزل يرفع على الانكل بتاع العيال لان الاستك بيخش يرمض عليه فعشان كده دي بتبقى 15 درجه فليكشن تمنع السليمش بتاع الكاست بتاعي في نفس الوقت فانكشن بوزيشن زي ما اتفقنا بعد ما هنخلص ده الصوابع هنا او هنا لازم تبقى فريك هيب اللي هي دي اللي هبدا تشيك منها على تبادل السيركيليشن ما ينفعش ابقى انا عملت الكاست بتاعي وصوابع العيال دي كلها صوابع العيال بتاعتي دي كلها بيضه من الدبس وانا كده خلاص انا خلصت الشغل بتاعتي وهسيبها وهمشي. لا هو مش عارف خالص ان انا هنطفر نفسي واتاكد ان كل الصوابع بتاعته تمام واتاكد ان الكابل اللي بتاعه شغال بعد ما خلصت حاجه. لو قصد انا رايح زيارة بتاع 24 ساعه عشان اطمن عليه ان هو زي ما اتفقنا 24 ساعه عرضه جدا لان دي برضه مش كنترول. مش كل الشعب بتاعنا ومش كل الناس بتاعتنا هتبقى حلوه اورينتد في البيت انه هيقدر يجي لك لو حصل بيت او لو حصل قديمه او اصابه او غير منها. لا في ناس مش هتعرف الكلام ده وهتروح لله وهي على التليفون. فلو عملت كاست اول 24 ساعه يبقى يفضل انك تحجزه في المكان اللي انت فيه. سلاك ده ممكن يروح وتدي له الانستراكشن بتاعته والعلاج ده يعني. وتكون انت متاكد زي ما اتفقنا من صوابعك ومن الكبير اللي فيك قبل ما تخرج العيال بتاعتك. شكرا لكم يا
خلاص يا جماعه لازم نكون لابسين جوانتي وبوتيز وريش. طبعا الاساليب او هتبدا في الفرق الرئيسي او قلت لك لو سجل الغلطه في الدقيقه 2 هيشوف ريحه الحرب. نفس الكلام هنبدا تحت فوق برضه. طبعا في الدقيقتين اللي هيبقوا معايا لغايه ما انهي الصفر على قد ما انا هقدر وعلى قد طبعا البوزيشن اللي انا عايزه. طيب في نفس الروشيت اللي انا محتاجها دلوقتي لو كنت هشتغل بالبسونه، بس لو كنت هشتغل بالبسونه عشان احقق الاستبريك اللي انا عملتها بالروبوت الفايبر جلاس كنت هاخد هنا فوق حوالي 3 روبوت او 4 روبوت. القسط مش هيبقى مختلف قوي بالنسبه للروبوت اللي انا عملته، في نفس الوقت زي ما اتفقنا ده خفيف جدا للبيشن ريدي يوسف الاشعه على الشيك دي بوزيشن بتاع الفراكشر بتاعي في اي وقت. اهم انستراكشن بالايديما، اهم انستراكشن اهم تعمل ده بالايديما اللي هي البوست اللي هيحصل لو ايدك حسيت بخنقه على ايدك او حسيت بصوابع لونها اتغير او بدات تسعى او في وجع جوه ما تستهونش بشكل كله. انا تحت الورشه كسر الحاجة بقى. خلنا بالنا منها ماشي.
عضلة الجهاز الدفاعي. المهم ان انا يا جماعه مش الشكل فقط، لا ده كله فانكشن. فبحاول اعمل موف من حوالين مثلا هنا، لو شغال حوالين الانكل باخد الفانكشن بالسيشن اللي عايز الجبس يهارد عليه 90 درجه. وعلشان زي ما اتفق قال ما يبقاش القص نفسه جواه فيه فراغات من الهواء، انا افضل امط عليها على قد ما اقدر اول كام دقيقه، اخد شكل الجسم الكلينيس نفسها. ما بستخدمش صوابعي، لو خدت بالك انا مش بشتغل بصوابعي، انا بس بالبالغ صوابع بتعمل بريشر. هتلاقي بعد ما خلصت صوابعك بتعمل فوق دي مثلا، هتلاقي صوابعك معلمه على الدرس وعامله له بريشر جوه عليها. لكن بالبالغ والسمكه مش هتلاقي الموضوع ده. تفضل ماسكها لغاية وضع بتاع السيرفيس بتاعك، الوضع المستشفى اللي انت عاوزه. فرق الزياد والكسر، الكسر عامله سكر فيشن فيكسيشن، الزياد مجرد هو جزء هيبقى في ناحيه وفي ناحيه الباقيه كلها هتبقى حوالين الكريم ده. الفول بتاعتنا زي ما اتفقنا بتلف المفتاح فوق تلف الدين اللي بتاع الدين، لو في جرح الفخ ده هيبقى سيبتك ما بشتغلش طيب، بشتغل بوزن الرباط، الرباط هو اللي يحضر مش انا اللي بشد على الرباط بتاعي. متاكد جدا من الويب بدل بس هنضف الصوابع اللي انا عملتها، متاكد ان الكباري بتاعتها ده الاستراكشر بتاع الليشن. شكرا لكم يا رب وشرفتونا. لسه في الشده الجلديه، ولسه هنتكلم عن انتر تيبر ريجكشن، فاللي حابب يستنى يستنى.